أكدت السيدة كريمة محمد العباسي أمين عام مجلس الشورى اهتمام الأمانة العامة بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأعضاء المجلس بما يسهم في النهوض بمخرجات العمل البرلماني في مملكة البحرين. وأعلنت العباسي خطة برنامج الدعم البرلماني للفصل التشريعي السادس بعنوان نحو عمل تشريعي مستدام، والذي يهدف إلى دعم أعضاء مجلس الشورى للقيام بدورهم على الوجه الأكمل. وأوضحت أن برنامج الدعم البرلماني للفصل التشريعي السادس ينطلق من قيم أساسية هي التميز والاستدامة والريادة، ويعتمد على منهجيات ثلاث، أولها اعتماد الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم الذي يتفضل جلالته بإلقائه في حفل افتتاح دور الانعقاد، بالإضافة إلى ورش العمل والدورات المتخصصة، فيما يستند البرنامج في منهجيته الثالثة إلى التحديث المستمر بناء على ما يطرأ من مستجدات في ساحة العمل التشريعي.